الاستغفار والتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.